أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور، وحديثنا في هذه الحلقة عن المسيح يطهر المنجسين. ولربما أنت تشعر الآن في نجاسة أمام محضر الله، أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة. يسوع المسيح هو مثال الكمال، وهو جمال الكمال، وهو كمال الكمال. يسوع المسيح عندما جاء أرضنا أحبائي تعاطف مع الإنسان. تعرفوا كانت الناس تدنو من يسوع، العشارين اللي يعتبروا جباة الضرائب كانوا منبوذين من اليهود، كانوا بيعتبروا عملاء للرومان، كانوا يدنون من يسوع المسيح، والخطاة وحتى الزنا كانوا يدنون من يسوع المسيح. لم يرفض أي إنسان، بل دعا يسوع المسيح، دعا الجميع إليه، قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ومرة تانية قال للتلاميذ سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. وقال أيضا أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هذه الدعوة، دعوة يسوع المسيح للجميع.